أنا بحب القراية شديد، وعندي أحلام كتيرة نيابة عني وعن زملائي. عايزين نتعلم، نبقى جيل متعلم ليس جاهل، يعني يشوفوا لنا طريقة بأي طريقة إن إحنا نقرأ. دارين نمتحن الشهادة السودانية، والله أنا هنا ده بالذات في السودان مستقبلي ده حاسة إنه حبقى فاشل، لأنه ما في أمل للقراية أصلا. دمرونا فكريا وعقليا وجسديا، يعني ما قادرين نفكر في حاجة ذاته. وأنا حاسة شنو أنا بفكر فيه أكتر؟ دراستي. وبدون الدراسة هيطلع جيل فاشل جدا وجاهل. وما في زول مشجع انه اصلا يعني يوم من الايام المدارس هتفتح. انا دي شايفاه مستحيله، ما معروف. انت حاجات كتير عايزه احققها، عايزه اخلي اهلي يرفعوا راسهم بي، يكونوا مبسوطين بي، واساعدهم في حاجات كتيره، اساعد ابوي في مصاريف البيت وكده. يعني الامل الوحيد لمساعده اهلي ان هو قرايتي، ده الشيء اللي بيخليهم مبسوطين، وانا بعدين بقدر بساعدهم باي حاجه من عندي. يعني شنو؟ حطموا لي معنوياتي في القرايه.